أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ سے بخشش طلب کرنے کا نبوی نسخہ. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك دعاتك فاغفر لي فاغفر لي.